انتقل رجل مع زوجته إلى منزل جديد، وفي صبيحة اليوم الأول وبينما يتناولان وجبة الإفطار، قالت الزوجة مشيرة من خلف زجاج النافذة المطلة على الحديقة المشتركة بينهما وبين جيرانهما: انظر يا عزيزي، إن غسيل جارتنا ليس نظيفا، لا بد أنها تشتري مسحوقا رخيصا. ودأبت الزوجة على إلقاء نفس التعليق في كل مرة ترى جارتها تنشر الغسيل. وبعد شهر اندهشت الزوجة عندما رأت الغسيل نظيفا على حبال جارتها، فقالت لزوجها: انظر، لقد تعلمت أخيرا كيف تغسل. فأجاب الزوج: عزيزتي، لقد نهضت مبكرا هذا الصباح ونظفت زجاج النافذة التي تنظرين منها. فالعبرة من هذه القصة هي أننا في الغالب لا نرى الأشياء كما هي، بل نراها كما نحن.